السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبألف صحة جيدة يا رب. وكيف العادة اليوم جيتكم بوصفة جديدة، كنتمنى تنال الاستحسان ديالكم والإعجاب ديالكم. إلا كنتو جداد ما تنساوش تشتركوا في القناة باش ديما يوصلكم الجديد، وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم ديما الجديد، وخليوا لي تعليقكم. غادي نبداو الوصفة على بركة الله. المكونات ديال هاد الوصفة هادي بساط بزاف بزاف، ووصفة مجربة، كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم. أول حاجة عندي هنايا معجون الأسنان، أي معجون الأسنان متوفر عندكم يمكن لكم تستعملوه. هاد الوصفة هادي كتبيض وكتزيل شعر العانة، ولكن بالمداومة البنات غنكتفي بهذا القدر هذا. كما كتشوفوا عندي هنا معجون الاسنان، معجون الاسنان كيبيض، كيحيد كينقص الدهنيات في البشره، وكيحيد الرؤوس السوداء. دونك معجون الاسنان كنستعملو حتى هو بزاف في الوصفات حيت عنده فوائد عديده. غادي نبدا معكم الوصفه، كنخلطوها بعدا، كنحركوا هاد البنات. هاد الوصفة هادي كتحيد حتى شعر العانة، أي البطين وبين الفخذين، وكتبيض طبعا. راها وصفة مجربة. والمكون الثاني اللي هو الطماطم، كيف ما كتشوفوا الطماطم معروفة أنها مضادة للأكسدة، وكتبيض طبعا. كنحاول نستعمل غير المواد الطبيعية في التجميل، كنضربها باش كيهبط داك الماء ديالها. والطماطم كتساعد حتى هي في إزالة الشعر. غادي نقطعها، كيسيل الماء ديالها من بعد ما ضربتها. كناخدو غير الماء ديالها البنات، كنخلطو مزيان المكونات باش يتفاعلوا. انا مسح هاد الشيء ونرجع لكم. غادي نخلطو مزيان الماء ديال الطماطم او عصير الطماطم مع معجون الاسنان حتى كنحصلوا على كريم. يمكن لكم تضيفوا طماطم، يمكن لكم تحكوها كاع البنات الا بغيتوا تاخذوا حتى الباء ديالها، راه حتى هو راه كينزل. هاد الوصفه البنات كتلاقى بزاف ديال المشاكل ديال البشره. اول حاجه كتبيض، كتصفي البشره، كتحيد الرؤوس السوداء الموجوده عفوا في البشره، سواء في الوجه ولا جهه العينين ولا النيف. وايضا كتزيل حتى الشعر ديال الابطين. اذا كان شعر خفيف كتحيدوا البنات، ولكن كتخليوه مده طويله على البشره ديالكم باش كيتحيد الشعر. الماسك ديالنا كنطبقوه على المكان اللي بغينا نبيضوه ولا نزيلو منه الشعر، كنديرو طبقة سميكة، كنخليوه 5 دقائق وكنمسحو. انا جربته في يدي، غادي نخليه تقريبا 5 دقائق عاد غادي نحيدو. البنات هاد الوصفة هادي يمكن لكم ديروها حتى المناطق الحساسة، ديروها لوجهكم، سورتو نيفكم الى فيه لي بوين نوار، وايضا حتى للركبه الا كان فيها اسمرار.
البنات من بعد ما مسحت الماسك ما عرفتش واش كيبان لكم النتيجه. فريمون النتيجه غزاله البنات، حتى الشعر كينقص من اليدين. الى عجبتكم الوصفه ما تنساوش تشتركوا في القناه باش ديما يوصلكم الجديد، ومرحبا بكم في القناه الى كنتو ناس جداد. ومع السلامه، نلقاكم ان شاء الله في فيديو جديد.